كيف هذه الوقفة التضامنية مع عمال القطاع الصحي كلهم، يعني أطباء وممرضين وممرضات وعمال في القطاع الصحي اللي راهم ساكن راهم تحت ضغط كبير. هذو هم جنود المآزر البيضاء، راهم في الصفوف الأولى في مواجهة هذا الطاعون، هذا الوباء هذا. خرجنا اليوم في وقفة عفوية ماهيش مبرمجة تحت شعار اعذرونا نحن نقتلكم بتهورنا. احنا اليوم جينا هنا بنبينوا للسلك الطبي، يعني من الحارس للمدير للناس كل اللي راهي في الصفوف الاولى، نقولوا لهم احنا رانا معاكم، رانا حاسين بالمسؤوليه الكبيره اللي منقطعه على عاتقكم. نقول لهم بارك الله فيكم، درتوا وما زلتوا تديروا، لا تتوقفوا. نقسم لكم اننا جنود معكم، اننا معكم في الصفوف الاولى ولن نتوقف بالشيء اللي نقدروا عليه. فعلا لقد أرهقناكم بتهورنا، لقد أرهقناكم بعدم احترامنا لإجراءات الوقاية.